زين خالي بدي اقفل السيارة. وين خالي؟ كان خالتي الثاني. ما حدش بيفتح. البنت اللي بتخدمها بتروح تعطي دواء لمريض ثاني. وبتظلها لحالها؟ ليش هي حاسة إذا لحالها ولا معها حدا؟ وينها؟ خالتي وينها؟ ليش بعتيني؟ ليش بعتيني؟ لا أمي لا، عم تقسى على المسكينة اللي حملتك ببطنها؟ بس بعتني يا خالي، بعتني. لا يا أمي لا، لا تقسى عليها. بيقول اللي مثلها بيحس، بيحس على القليلة بالحنية، راضيها. هلأ بس تسمع قصتها بتعرف إنك ظلمتها. اشتقت لك يا أمي، والله اشتقت لك. خلينا نقعد برا لأحكي لكم القصة. لما التعت بأبوك كانت لساتها صغيرة، بنت ضيعة معترة مقطوعة من شجرة، ما في مين ينصحها وما لها كبيرة إلا هيك بيصير وهيك ما بيصير. وما صدقت إجاها مين يطلب إيدها، دغري وافقت. فكرت إنه الدنيا رح تضحك لها وإجاها الفرج، رح تتجوز وتنستر. بس يا حصرتي، مثل ما بيقول المثل، المكتوب ما منه مهروب. أبوك كتب كتابه عليها عند شيخ وقال لها هالشي موقت لبين ما يزبط أموره مع أهله. بس وقت طالت المدة ولقيت معاملته ممنيحة وما عرفها لا على أهله ولا على قرايبينه، لعب الفار بعبة وصارت تسأل عنه هون وهون. بس اللي سمعته عنه مثل ما حكت لي إنه ما في شيء بسر الخاطر. صارت تخاف منه وصار بدها حج خلاص. بس يا حصرتي، عرفت إنها حبلة، انجبرت تسكت وتساير. قالت لبين ما قلد باخد الولد وبهرب. ما كان خاطر ببالها إنها متجوزة الشيطان طابخ الطبخة ومزبطها من وقت طويل. يوم إجاها الطلق جابوا لها الحكيم على البيت وقالوا لها إنه الولد ما عاش أكثر من ساعة. هي كانت غايبة عن الوعي، بس وقت صحيت ما لقيت أبوك، لقيته هربان. وعرفت الكتاب اللي بيناتهم كان لعبة، ودريت من الجيران إنه الولد ما مات. لوقت أخدوه كانوا عم يسمعوا صوته ملات الحارة، وعرفت إنه جوازه كلها تجرى، تجرى والبضاعة هي ابنها، ضنقها ابن بطنها. بكل اللي صار يا أمي، أمك ما لها ذنب. ما أجب بالها إنه في بني آدم بهالدنيا كلها بيتجوز وبيجيب ولد مشان يبيعه. طلع هالبني آدم أبوك. إن شاء الله ما حدا يسميه أبوي. مين هذا المخلوق؟ ايش اسمه؟ بعمرها ما ذكرت لي اسمه، ما كانت ترضى ولا بشكل. كانت تقلي اذا ذكرت اسمه بموت. بس هي كاتبه اسمه بعلبه وحاطته بغزانتها. قالت لي مو من حق حدا يعرف اسمه الا ابنه. يا حصرتي، ضلت كل حياتها عم تدور على ابنها، ما قدرت تعرف شيء الا انه انباع لعيله بالاردن غنيه. وقالت لي إذا متت قبل ما الاقي ابني
ورجع بيان ابني بعد موتي تعطيه له الاسم بس، هو حر بيعمل اللي بده اياه. هاي العلبة وينها؟ قالت لي إذا مست لك ابني هي بعد عايشة. خالي الله يخليكي، يعني لو كانت هي بوعيها كانت هي طلبت منك تعطيه العلبة. والله ما بعرف، بس هي وصيتها، أنا كمان ما بدي أغدر فيها. خالي أنا بديش أضغط عليك، الله وحده بعرف إذا هسه بتسمعنا ولا لا. أنا إذا صار معي الاسم عهدا علي مش رح ساوي أي إشي زعلها. بكفي قضت عمرك كله زعلاني، وإذا مش عم تسمعنا مش رح تلومك ولا تلومني. بعرف إنه ما في كلمة رواك، بس شو بدنا نساوي يعني؟ قصة صعبة وبدنا نتغلب عليها. بعدين بتعرف أحلى شي باللي صار معك شو هو؟ أنت اكتشفت إنه أمك حدا بيرفع الراس، مو مثل ما كنت مفكر. تخيلوا الزعلان ما أحلى. هات لشوف، أرجيني اسم أبوك. ما سمعني الاسم أنا. بتعرفي؟ الاسم ماله غريب علي. حاولي تتذكر ايش؟ ليك انا مالي متأكدة، استنى شوي. الو هاي نهلا، كيفك؟ ليكي حبيبتي بدي اسالك سؤال. هلا هذا الشاب اللي كان نازع له اخلاقه الامير شو كان اسمه؟ رائد. طيب رائد شو ما بتعرفي؟ طيب بتعرفي اسم ابوه؟ ايه طيب اوكي. لا لا ما في شيء، بعدين بحكيكي. يلا باي باي. مزبوط، أبوك هو أبو لواحد مع أختي بالمدرسة. نادية من هون لبكرة بدي أعرف عنوان شغله بدون ما حدا ينتبه لأي شيء. أمجد أنت شو ناوي تساوي؟ لا تخافي لا تخافي، أنا ناوي أفتح صفحة جديدة، بس مستحيل أقدر أعملها قبل ما أحط نقطة على آخر السطر. هاي من كنتك نادية، وش عرفت إنه إحنا مع بعض فبلشت حركات. أنت بتعرفي إيش الكلام بيساوي. آه إيش كنت بحكي لك؟ تذكرت ولما وصلت على الشام يا ست أم أمجد بين معاي انه كنت عم بكذب على حالي. اه قصة الجامعة والدراسة كلها طلعت كذب في كذب. اول ما فتت على الشام شميت ريحتك، حبيتها من اول لحظة. مش هاي البلد اللي انت عايشة فيها؟ كنت كل ما امر في شارع اقول معقول امي تكون عايشة في نفس الشارع او مارقة من هون مثلا. وقفت عهداك الرصيف، فاتت عهاي الدكاني، دخلت عهاي الحديقة، كنت بس أشم ريحة الخبز أقول هذا الخبز اللي أمي عم تاكل منه، بس أسمع صوت الأذان أقول أمي عم تسمع نفس الصوت. مرة نزلت في الليل مشيت تحت المطر، قلت هاي الغيمة أكيد عم تمطر علي وعلى أمي، وشوي شوي اكتشفت إن
انه انا اجيت على الشام بس عشان ادور عليك. كنت افيق الصبح اقول معقول يكون هذا اليوم اللي يجمعنا سوا؟ وشوي شوي مرقت الايام والشهور وسنين ما كنتش عليك. دورت عليك كثير. هو في اشي ما بعرف ايش هو جواتي، صعب انه الاقيكي. الامل كثير ضعيف، بس كان في اشي جوا يحسسني انه انا راح الاقيكي في يوم من الايام، راح احس بعطفك وحنانك، اقرب منك وضمك ونام على كتفك واحس بكل الحالات اللي فاتت حياتي كلياتها معاك. كنت بس بدي اقولك كلمتين، بدي اقولك انه انا كثير اشتقت لك كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة كنت بشتالك، وهلأ لقيتك كنت حاب أسمع صوتك، بس هسا أنا كثير مبسوط على القليل لامسك وماسك لك إيدك وببوسها. تبكي؟ آه بتبكي والله بتبكي. يعني بتسمعيني؟ آه بتسمعيني وحياة عرضي بتسمعيني. أم أمجد عم تسمعني يا ناس؟ أمي عم تسمعني؟ عم تسمعني وحياة عرضك، وحياة عرضك احكي معي أمي، احكي معي والله بتسمعني. بتبكي والله بتبكي. ايش عم تسمعني؟ بتسمعني يا ناس؟ صلاح ناديه تعالوا شوفوا امي بتسمعني، امي بتسمعني يا ناس. ايش بدي اسوي؟ امي سمعتيني؟ امي انا ابنك رجعت من زمان، رجعت صرت جنبك انا هون. خبروني الشباب انه عندك عرض ما قبلت تقوله للموظفين. هات لشوف. شو العرض؟ شو البضاعة اللي عندك؟ شو هي؟ زي ما حضرتك شايف صورة هوية. بعرف إن الصورة هوية، بس مين هي المرأة؟ مش عارفها؟ لا بعمري ما شفتها. أستاذ رأفت أنا من طرفك مش من طرف هي المرأة، ما تخافيش. أنا بعرف الموضوع كله، بعرف قصة ابنك اللي بعته على الأردن من حوالي 35 سنة. أنت شو عم تحكي؟ أكيد في سوء تفاهم. وأنت صادق في سوء حظ. حظك مش منيح أستاذ رأفت. حظي؟ شلون حظي مو منيح؟ إنه بعد 35 سنة يفكر حاله الواحد نفذ والعمل اللي عملها صارت في طي النسيان، وفجأة أنت شو عم تحكي وتخبص؟ فيك تعتبرني عم بخبص؟ تسمح لي أخذ من وقتك ربع ساعة زمان بس وتسمع العرض اللي جايب لك إياه؟ وكمان فيك تعتبرني عم بخبص وتقولي ما عنديش وقت اسمعك؟ وصدقني وقتها رح امسك حالي واروح. القرار برجع لك، انت حابب تسمع ولا اروح؟ مع انه الموضوع ما بيعني لي لا من قريب ولا من بعيد، بس اذا مصر تحكي تفضل عم بسمعك. Thank you.
بكي ماما. شوفي عن جد رايح يشوف أبو، على الأغلب بيكون وصل. الله يحميه، الله لا يخيب له رجل.